أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من حوار اليوم. رغم ما يعانيه العالم من أزمات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية، إلا أن مصر استطاعت خلال 2022 أن تحقق طفرة في صادراتها الزراعية بتتجاوز 6.3 مليون طن، ولأول مرة في تاريخها وبحسب وزارة الزراعة فقد بلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي. ذلك رغم ارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة اللي بيواجهها العالم. وزارة الزراعة أرجعت ده إلى الزيادة اللي المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها طبعا الحجر الزراعي المصري، وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري، السفارات المصرية في الخارج. لم يقف الوضع عند هذا الحد، فقد نجحت مصر في فتح 16 سوقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وجاري العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوق جديد في قارات أوروبا وأسيا وإفريقيا الأمريكتين، حيث تخطى عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي بفتحها 80 سوق جديد خلال 8 السنوات الأخيرة. حول جهود الدولة في تنمية الصادرات الزراعية ودعم المزارعين والمصدرين، بيسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو دكتور أحمد القناوي، الباحث في مركز البحوث الزراعية. إزاي حضرتك يا دكتور؟ كله تمام الحمد لله، منورنا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. نبدأ حوارنا بعد التقرير ده. رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم من انتشار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية، إلا أن الصادرات الزراعية في مصر حققت رقما قياسيا خلال عام 2022، إذ تجاوزت 6.3 مليون طن لأول مرة في تاريخها، بزيادة حوالي 625 ألف طن عن 2021. وخلال 2022 نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية، وجاري العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدة. وتخطى عدد الأسواق الجديدة التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الأخيرة 80 سوقا. وأحكم الحجر الزراعي خلال العام المنصرم الرقابة المشددة لفحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج من خلال لجان متواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانئ الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية وموانئ الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على كل الكيانات التصديرية، واعتماد ما يزيد على 3000 من المزارع والكيانات التصديرية، ورفع إحداثياتها في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية GPS، ليستمر مسلسل النجاح الزراعي المصري في الوصول إلى العالمية. برحب بكم من جديد، وضيفي في الاستوديو دكتور أحمد القناوي، الباحث في مركز البحوث الزراعية. تقييم حضرتك لهذه الطفرة الغير مسبوقة، وإيه هي نقطة التحول اللي أدت بينا لهذه الطفرة في ظل هذه الظروف يعني اللي كانت بتجتاح العالم كله، تحديات حقيقية؟ كان زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه، ان احنا يمكن من 2020 كنا بنعيش الازمه جائحه كورونا، وكان في اغلب المطارات والمواني كانت قافله. احنا في نفس السنه دي نجحنا ان الصادرات بتاعتنا ما توقفش، قدرنا نوصل الصادرات لاماكن كتير وفتحنا اسواق ثانيه في ظل ارتباك برضو حركه التجاره العالميه بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. حركه التجاره المصريه شغاله، وقدرنا نفتح اسواق جديده في دول جديده. ده جاي في ظل السياسه اللي بتتبعها وزاره الزراعه
اللي هي السياسه التوسعيه لفتح اسواق جديده، وده بيجي من توجيهات القياده السياسيه. يعني احنا محتاجين نوصل لاجمالي الصادرات الزراعيه ل 100 مليار دولار. نعم. يعني احنا في الثمان سنوات الاخيره احنا فتحنا اكثر من 80 سوق، منهم 16 بس في السنه اللي فاتت، وصلنا قدرنا نوصل لاصعب الاسواق وهي السوق الياباني. نعم. يمكن من اصعب الاسواق ان احنا نقدر نخترقها. ده جاء ان كان في ثقه في المنتج المصري. الثقه في المنتج المصري دي جت منين؟ دلوقتي وزاره الزراعه متمثله في الحجر الزراعي المصري، واحنا عندنا اتفاقيات خاصه باتفاقيات الصحه والصحه النباتيه، واتفاقيات خاصه بوقايه النباتات، واتفاقيات الخاصه بالحجر الزراعي، ومنظومه الافات العابره للحدود. فكل ده ادى ان احنا بقينا نتبع التكنولوجيات الحديثه في رصد وتتبع الافات وفحص الافات، سواء اللي موجوده محليه او الافات اللي موجوده على الحدود. كان اكبر تحدي يا دكتور، خاصه وان كان في فترات سابقه كان يعني في المحاصيل الزراعيه المصريه كان ليها سمعه معينه وفي حاجات بيتم ردها. ده كان تحدي ان يتنقل من يعني 180 درجه، يكون في تحول في هذا المنظور. ايه اللي حصل بقى؟ ده اكبر تحدي. احنا بقى لنا 5 سنين ما بيترفضلناش اي شحنه زراعيه. نعم. ده ثقه المنتج المصري. احنا بدانا نتبع نشوف متطلبات السوق الاوروبي او السوق اللي احنا ايه المتطلبات بتاعته، واحنا بننقل التكنولوجيا عندنا للمزارع. بنستغل اهم مشكله تم التعاطي معاها كانت اهم مشكله كانت مشكله مطبقيات المبيدات في المحاصيل. نعم. الزراعيه، مطبقيات الادويه البيطريه. احنا مش بنتكلم بس على ما قبل الحصاد، ولكن كمان ما بعد الحصاد والاغذيه المصنعه. احنا بنتكلم لو انا اتكلمنا على سلامه غذاء، احنا عندنا بعض الملوثات البيولوجيه، ملوثات كيميائيه، ملوثات فيزيائيه، مجموعة كلها سموم موجودة في النباتات، حاجات بتيجي بعض الإصابات. كان عندنا أكبر تحدي وهي استخدام المبيدات الكيميائية ومتبقيات المبيدات. كان في نقص وعي عند المزارعين بفترة ان احنا بنعملها البي اتش اي، ان احنا بنرش المبيد ونستنى كام يوم عشان يبتدي المبيد يتكسر، فيبتدي في التحليل فترة الأمان بتاعته. نعم. اغلب المزارعين كان بيرش النهاردة ويحصد بكرة. بدأت تبقى في حملات من وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومركز البحوث الزراعية لتوعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات. نعم. ترشيد استخدام المبيدات، استخدام المبيدات الحيوية، التسميد الآمن والتسميد المتوازن، ده إدى ثقة إن المنتج بتاعنا أصبح منتج، مش هنقول زراعة عضوية، ولكن منتج نظيف خالي من المطبقيات ومسببات الأمراض. فقدرنا أن احنا نكسب ثقة الأسواق الأوروبية والأسواق الأفريقية عامة. تم ده عن طريق رقابة صارمة أم وعي للمزارع؟ الاثنين. كان عندنا الأول، احنا عندنا الأول بدأنا نشتغل في الاتجاهين مع بعض. كان في رقابة صارمة من الحجر الزراعي. احنا كان عندنا دلوقتي بدأ يكون في منظومة التكويد اللي الحجر الزراعي بيتبعها. نعم. دلوقتي. نعم. فمنظومة التكويد دي أتاحت للمستورد الأجنبي ان هو يقدر يتتبع المنتج الزراعي اونلاين، يقدر يشوف المنتج بتاعنا راح فين وايه المنتج بتاعنا. احنا عملنا تكويد لأكثر من 3000 مزارع علشان كتير من المشاهدين ما يعرفوش يعني ايه تكويد، عايزة بقى كده تشرح لنا ايه هو التكويد ببساطة. بصورة بسيطة جدا، ان المزارع او المزرعة بيسجل نفسه في الحجر الزراعي، بياخد باركود. الباركود ده بيبتدي لما يحط المنتج بتاعه يبتدي يتصدر، بيعمله زي تراكنج، زي ما يكون انا اشتريت حاجة اونلاين، ابتدي اتتبع المنتج بتاعي كل. نعم. العمليات بتاعته. نعم. الحجر الزراعي فتح اكتر من 7 معامل للفحص في المواني المصرية عشان يقدر يسهل عملية الاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية، عشان ما تستناش كتير على المينا والمطار، فاحنا نقلل الفاقد والهادر من المنتجات ونحافظ على جودتها، وبتدي توصل المحاصيل طازجة من غير ما يكون فيها اي اصابات. على الجانب التاني كان في حملات التوعية. نعم. ابتدينا نشتغل مع المزارعين في حملات توعية، سواء من خلال مدارس عقلية، من خلال برامج تدريبية. وزارة الزراعة تعاونت مع بعض المنظمات الدولية متمثلة في منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الإفاد، بدي نعمل برامج للمزارعين ان احنا ترشيد استخدام المبيدات، استخدم المبيدات فترة امنة، معاملات ما قبل الحصاد ومعاملات ما بعد. نعم. الحصاد عشان نقلل الفاقد والهادر للمنتج بتاعنا، بحيث انا ممكن يكون المنتج طالع من المزرعة سليم بس يوصل ان للتعبئه يحصل له تلف او يحصل. نعم. له اصابه. نعم. التلف ما بيبقاش تلف بس بالاصابه بالحشرات. نعم. ممكن يكون تلف فيزيائي، ممكن يحصل له خبط، ممكن الثمار تتشقق، ممكن الثمار تتلوث بحاجات تانية، كل ده بيقلل من قيمه المنتج وبيقلل فرصته ان هو يتصدر. منظومه متكامله يعني. طب ده ياخدني برضو لان يعني اللي انا شايفاه ان كلمه السر وراء التقدم ده هو تحديث العمليه الزراعيه.
ازاي ده حاصل وازاي ده واصل ايضا للمزارع؟ تمام. احنا دلوقتي الوزاره ايه الزراعه، اشكال التحديث مبدئيا؟ اشكال التحديث بيبقى في تعاون مع الدول المتقدمه زراعيا يعني اللي تمتلك تكنولوجيات حديثه. هولندا، ايطاليا، من الدول دي اللي عندها تكنولوجيا حديثه في الزراعه، بيبقى في برامج تعاون ونقل التكنولوجيا من الدول دي اللي بتدي للمزارع. ان احنا مش على مستوى المزرعه بس، وعلى مستوى التصنيع الغذائي كمان. احنا عندنا فرصه كبيره جدا من خلال جمعيات رجال الاعمال ان احنا نصنع ونصدر المنتج في صوره مصنع غذائي. نعم. مش طازج كمان. فده نعم. بيدي فرصه ان احنا المنتج نفتح بيه اسواق اكتر. بننقل التكنولوجيا سواء آلات، سواء برامج حديثة، سواء برامج زراعية، نظم ري حديثة، محسنات تربة، طرق جديدة في مكافحة الآفات، نبتدي إن احنا نستخدمها ونوعي بيها المزارع. ده لما احنا نتعاون مع دولة زي إيطاليا، أخذنا التكنولوجيا وطبقنا التكنولوجيا، سهل جدا إن احنا نفتح معهم سوق تاني لأسواق تانية. التوسع أيضا الرأسي والأفقي، إزاي ده حاصل وإزاي خدم منظومة التصدير؟ احنا عندنا دلوقتي لو احنا اتكلمنا على الاجمالي المساحة الارض الزراعية في مصر هي 9.7 مليون فدان. نتكلم على 6.5 او 6.3 مليون فدان، و 3 مليون فدان اراضي الاصلاح الجديدة بما فيهم الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر. كل ده اضاف الى الرقعة الزراعية اللي بتخدم على الامن الغذائي المصري. لو اتكلمنا احنا عندنا منظومة مهمة جدا ان الوادي والدلتا ده بيخدم قطاع كبير جدا من الامن الغذائي المصري الداخلي المحلي. نعم. يعني 90% من المنتجات الزراعية جاية من الاراضي القديمة، الوادي والدلتا، صغار المزارعين. عندنا كبار المزارعين اللي بيمتلك 100 فدان و200 فدان، الشركات الزراعية موجودة في مناطق الاستصلاح الجديدة. ده سهل جدا ان هو يقدر يطبق التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا حصاد، تكنولوجيا زراعية حديثة، تكنولوجيا زراعة، نظم ري حديثة. ده بيعظم من الانتاجية بتاعته للفدان، بيعظم من المنتج بتاعه، يقدر ان هو يصدر بسهولة. ده ما يقللش من قيمة المزارعين، صغار المزارعين. احنا عندنا قطاع كبير جدا من المزارعين بيزرعوا فراولة، بيصدروا فراولة للسوق السعودي والسوق الاماراتي، دول موجودين في محافظة البحيرة ومحافظة الأليوبية. بتبتدي البرامج الموجهة دلوقتي من وزارة الزراعة على صغار المزارعين، ان احنا نعظم الانتاجية من لصغار المزارعين، ونساعده ان هو يتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، بحيث ان هو ما يخسرش المنتج بتاعه، خصوصا هو عنده 5 فدان أو 3 فدان، فده قوت يومه. فاحنا بنديله برامج الدعم المادي من خلال القروض اللي بياخدها من البنك الزراعي، البرامج الزراعيه، عشان يعظم من الانتاجيه بتاعته. من فتره قليله بالحديث عن صغار المزارعين، من فتره يعني مش بعيده كانت احدى المشاكل الرئيسيه في قطاع الزراعه في مصر هو تقسيم الاراضي والحيازات الصغيره. ازاي تم التعامل معها ده؟ وهل في مثلا خطه بتتحط لكل منطقه إن هي تستفاد، أو يبقى فيه ائتلافات في الآخر يطلعوا منتج واحد الأراضي المتجاورة؟ يمكن دي يعتبر الشوكة اللي في قطاع الزراعة، هي نعم. تفتت الحيازة الزراعية، وده يعني كان عمل لنا مشاكل كبيرة جدا، لأن الخمسة فدان اللي الفلاح أخدهم في 52 ميراث بقوا فدان، الفدان بقى إيراد، حصل عليه بنى تعدي وبنى وتجريب. حضرتك الأسوأ هو تعدي التعدي على نعم. بس احنا وقفنا التعديات دلوقتي. نعم. مفيش تعديات، مفيش تجريف. فبدأ وزارة الزراعة في استراتيجية التنمية الزراعية 2030، احنا عندنا خطة ان احنا نعمل حاجة اسمها التجمعات الزراعية او الكيانات الزراعية المتخصصة. ما عندناش قانون يجبر الفلاح ان هو لازم يزرع المحصول ده، ولكن احنا بنحط حاجة اسمها السياسة الصنفية أو خريطة محصولية. احنا بنبقى عارفين مثلا إن محصول الطماطم بيجود في المحافظة دي في الأرض دي، فاحنا بنبتدي نشجع المزارع في المنطقة دي إنه يزرع المحصول ده. أنا لو عندي محافظة مثلا فيها 2000-3000 فدان، أنا لو قدرت أشجع 2/3 المزارعين إنه يزرع محصول ده، هقدر بسهولة جدا أطبق له بذور جيدة، نظم ري حديثة، نظم تسميد جيد، أعظم من الإنتاجية بتاعته، ويقدر إن متخصص ان المنطقه دي للمحصول ده. يمكن دي فكره من بعض الافكار ان احنا نقدر نعالج بيها تفتت الحيازه الزراعيه للمزارعين. الصوب الزراعيه ايضا واهميتها، لان احنا برضو مؤخرا شفنا افتتاح سياده الرئيس للصوب والاهتمام بهذا الجانب اللي كان شويه مخفي عن يعني في الادارات السابقه.
الصوبة الزراعية يمكن في مشروع ال 100 ألف نعم صوبة في عاشر من رمضان وفي أبو نعم سلطان ومشروع مشروع الحمام، كان دي واحدة من المشاريع اللي ليها فوائد متعددة. لو جينا إن إحنا نقدر نعظم ونزود الإنتاجية في خلال وحدة المساحة عن ايه الحقل الفايدة المباشرة المكشوف، اللي وقعت على التصدير وعلى الاستخدام المحلي ايضا؟ إن أنا أقدر أزرع أكتر من عروة طول السنة نعم داخل الصوبة، إن أنا صوبة أنا بقدر أتحكم في الظروف اللي عندي، فأنا إحنا نعم بنستخدم أكتر لإنتاج محاصيل الخضر اللي بتقعد 90 يوم 120 يوم، فأنا يبقى عندي أكتر من دورة زراعية داخل الصوبة، فأنا يبقى عندي إنتاج مستمر، يبقى أنا أقدر أغطي أكتر من سوق في أكتر من توقيت. سهل جدا إن أنا أتحكم في الظروف، إن أنا أقدر أتحكم في المحصول، المعاملات، في الأمراض، ده يديني جودة في المحصول وجودة في المنتج، إن أنا عندي إنتاج طول السنة أقدر أغطي بيه أكتر من سوق. ده لي ميزة تانية، نقدر نتغلب على ظاهرة التغير المناخي. لو أنا عندي موجات حرارية، موجات برودة، موجات صقيع، أنا أقدر داخل الصوبة أقدر أكيف النبات داخل الصوبة بحيث إن هو ما يحصلوش أي ضرر من النبات الموجود في الحقل المفتوح. التغير المناخي ده يعني جانب كبير، يعني يكثر الحديث عليه. ايه الحاجات اللي عانيناها من هذا التغير المناخي، وازاي تم التعاطي معها، وازاي هرجع تاني لنفس السؤال، وصلنا لهذه الطفرة الكمية في المنتجات؟ يمكن لو احنا استعرضنا اهم المحاصيل اللي احنا متميزين فيها في التصدير، احنا عندنا الموالح، دي رقم واحد. احنا الموالح تغلبنا المصرية على اسبانيا اللي بتصدر اصلا، بنصدر لها ده بالظبط، اللي ان انا احنا البرتقال الصيفي بتاعنا دلوقتي بيكتسح السوق الاوروبي كله. يمكن اسبانيا احنا تغلبنا عليها لان اسبانيا عندها العمالة رخيصة، عندها محصول الموالح بصورة كبيرة جدا، واحنا ميزة ان البرتقال بتاعنا بيطلع في توقيت هم ما عندهمش توقيت، فاحنا ده قدرنا نخترق السوق الاوروبي. عندنا محاصيل الفاصوليا، الفراوله، الجوافه، العنب، البطيخ، الثوم، البصل. كان الثوم والبصل من اكثر المحاصيل اللي احنا بنصدرها، والفراوله للمحاصيل الدول العربيه. احنا من لو شفنا سريعا جدا ظاهره تغير المناخ على مدار الاربع سنين اللي فاتوا، احنا كان عندنا لو لاحظنا في شتاء 2018 2019 كان عندنا الشتاء مائل الى الدافئ شويه، حسينا ان كان في فبراير ويناير ما كانش الشتاء اللي هو درجه الحراره كان دافئ شويه، ده اثر على محاصيل كتير من المحاصيل متساقطه الاوراق، المحاصيل اللي بتحتاج عدد ساعات بروده معينه زي الزيتون عشان يكسر طول السكون، فده اثر على الانتاجيه بتاعته. جينا في شتاء واحد، شتاء 2020 او شتاء 21، شتاء 21 احنا كان عندنا الموجات حراريه جت في شهر فبراير ومارس، ده اثر على العقد في الشماريخ في المانجا، وده قلل محصول المانجا بصوره كبيره جدا، وخسرنا في، لان المانجا من المحاصيل التصديريه المهمه، خسرنا مليارات بسبب ان الانتاج كان قليل، وده اثر كمان في موجات حراريه ممكن تيجي في شهر ابريل ومايو، بيأثر على العقد والتزهير. احنا كلنا زعلنا على هذا الموسم على بتاع الموسم المانجا، احنا خسرنا فيه كبيره جدا، خسرنا في محصول الزيتون، لان محصول الزيتون من المحاصيل اللي بتحتاج عدد ساعات بروده خلال في شهر فبراير عشان يبتدي ان يديني انتاج وفير، ما خدش عدد ساعات البروده فاثر عليه. فكل ده من الظواهر اثرت على الانتاج بتاعنا. محاصيل تصديريه مهمه جدا، محاصيل تصديريه زي الطماطم ممكن تيجي موجه صقيع في شهر يناير وفبراير تاثر على العقد والتزهير لمحصول الطماطم في العروه الشتويه مثلا، او موجات حراريه في يوليو واغسطس تاثر على العروه الصيفيه، ده بيقلل المعروض، فالمعروض بيقل، ممكن الجوده تقل. سؤال تقني يا دكتور شويه، هل ده بيأثر على المحصول ذاته بس في هذا الموسم، ولا بيأثر على الحقل بشكل عام او الجنينه بشكل عام، بيقلل جوده احنا عندنا تاثيرات نوعين، يا اما مباشره او غير مباشره. التاثير المباشر بيبقى الضرر اكتر على المحصول نفسه. انا الموسم ده لو ما كانش عندي استعدادات من الاول، خصوصا المحاصيل التصديريه اللي انا بصدرها، انا خسرت المحصول، فكده التصدير بتاعي هيقل عن الموسم اللي فات، فانا خسرت عمله وخسرت السوق، انا مش هقدر اوفي متطلبات السوق اللي انا متعاقد معاه ان هو محتاج مثلا 100 طن، انا كان عندي 70 طن، انا كده اخليت باتفاقي، فده بيهز ثقه السوق فيا. فاحنا كان عندنا سياسات
ان احنا نتبعها علشان نقدر ان احنا نتغلب على الظاهرة بتاعت تغير المناخ وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية، عشان نقدر نتجاوز الفترة او التأثير الضار على المحصول، عشان اقدر يكون عندي محصول وافي اقدر اصدر وافتح بأسواق جديدة. الحداثة التكنولوجية، الأقمار الصناعية والمعدات، ده بيساعد في تلافي مثل هذه يعني الدروبس زي ما بنقول. بالظبط. احنا بالزبط. عندنا في مركز البحوث الزراعية، في مركز معلومات تغير المناخ، عندنا وحدة اسمها وحدة الإنذار المبكر. وحدة الإنذار المبكر هي محطات أرصاد زراعية منتشرة على أكثر من محافظة في الجمهورية، بناخد بها بيانات الأرصاد الجوية الزراعية، بنتنبأ من خلال بعض المودلز وبعض البرامج باللي يحصل في درجات الحرارة والرطوبة والأمطار. بتخش على برامج معينة وبتدي نتنبأ إن بعد أسبوع هيكون عندي مثلا موجة حر أو موجة صقيع أو برودة. بنشوف بقى احنا بقى عندنا الجدول، ايه الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم بتتاخد ازاي؟ بناخدها، انا عندي المحصول ده درجه الحراره المثلي في الوقت ده كذا، محتاج ري، محتاج تسميد بالمعدلات الاتيه. طب درجه الحراره هتقل، فده هياثر على المحصول. نعم. فاحنا بنبقى حاسبين التاثير، بنبتدي نبعت رساله للمزارع، سواء برساله على الموبايل اس ام اس او على تطبيق هدهد الخاص بوزاره الزراعه، او بتنشر على قناه مصر الزراعيه او على الموقع صفحات الرسميه لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعي المزارعين، ان دلوقتي هيبقى في بعض ثلاث ايام او اربع ايام هيبقى في موجه صقيع مثلا، وده هتضر محاصيل 1 2 3 4 للمحصول الفلاني، نبتدي هيحصل له التأثير كذا، نستخدم المادة الفلانية، أحماض أمينية، كلها بتبقى مواد بتساعد النبات ان هو الإجهاد اللي هيحصل له ان هو يتأقلم معاه، بحيث ان احنا ما نخسرش المحصول في الآخر. بما اننا لسه بنتكلم عن البيئة والتغير المناخي، الدولة اهتمت بفكرة انشاء مشروع تدوير المخلفات الزراعية ومياه الري ايضا والطاقة المتجددة. ده ازاي حاصل، وهل بيتعارض مع جودة المنتج اللي بيتصدر؟ احنا دلوقتي يمكن لما عملنا محطة بحر البقر تعتبر اكبر محطة لتحليه مياه الصرف على مستوى العالم، دي نستهدف بيها ان احنا نزرع بيها اكتر من مليون فدان في الصحراء الشرقية عشان نزود بيه الرقعة الزراعية بتاعنا. احنا عندنا كود. ايه اشكال التدوير الاول؟ خلينا نتكلم كده، ايه اشكال التدوير؟ في كود من جهة شؤون البيئة بتقسم بكاتيجوري معينة، مرحلة اولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، كل مرحلة بتبقى ليها نوع معين من المحاصيل اللي احنا نقدر نزرعها بيها، يعني عشان المحاصيل الورقية بتبقى اكتر المحاصيل الحساسة لاستخدام المياه التحلية، لان ممكن بتتاكل طازجة فممكن يبقى فيها متبقيات من بعض العناصر التقيلة زي الكادميوم وزي الرصاص او زي الزنك أو زي الزرنيخ، فده بيحصل لي ازمة. ولكن احنا بنتجه نزرع بيها اشجار خشبية او الاشجار الفواكه، ده ناخد دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية. ده من الأماكن التابعة لوزارة الزراعة اللي ليه دور مهم جدا في العملية التصديرية، لأن أي مصدر حابب يصدر بيبعت عينة للمعمل، المعمل اللي بيبتدي يحللها بيشوف هل في متبقيات مبيدات، متبقيات أدوية بيطرية، هل في مايكروبيولوجي بقى، هل في مسببات أمراض فطرية بكتيرية، هل في أي حاجة، بياخد بيه شهاده معتمده عشان يقدر يقدمها للسوق، وهو في التصدير بتاعه يقدر اللي يستقبل الرساله هيفحص عنه، بس يقدر ياخد ان المنتج بتاعه طالع من مصر خالي من اي مسببات امراض او حجريه او طبيه. طيب يعني احنا طبعا كلنا كنا عايشين على قهوه زمان، ويعني تصنيع المنتج الزراعي وتعظيم الصناعه ان هي تبقى قيمه مضافه للمنتج ومردودها هيكون اكتر، شكل ده ايه وقائم ازاي دلوقتي وازاي بيتم دعمه؟ دلوقتي يمكن في زي تعاونات مع جمعيات رجال الاعمال والمجلس التصديري للحاصلات الزراعيه و بعض الكيانات الزراعيه، ان احنا نبتدي يبقى في تعاون مع بعض الدول الاوروبيه اللي لها باع كبير في تصنيع المنتجات الزراعيه، نبتدي تنقلنا تكنولوجيا التصنيع الزراعي، نبتدي ان احنا نفتح
مصانع للتصنيع الزراعي، المربات ومنها الطماطم المجففه، واحنا لينا باع كبير جدا في الخضار المجفف، ان احنا نصدر خضار المجفف، تصنيع الطماطم وصلصات الطماطم احنا لينا باع كبير جدا. ما زالت بتكون لسه بتكون موجوده في الاراضي الزراعيه ذاتها عشان تكون تبقى طازه وتكون، لان ده عالميا هو ده الشكل. هل ده قائم في مصر؟ احنا ده قائم في مصر، الخضار المجفف ده قائم في مصر، وعندنا باع كبير جدا، ويمكن بدا يخش فيه كيانات كبيره جدا، لان مطلوب الخضار المجفف المصري فترات معينه. طيب التمويل واكتساب رؤوس مال خاصه رؤوس المال الاجنبيه، هل قطاع الزراعه في مصر قطاع جاذب للاستثمار؟ قطاع الزراعه يمكن من اكثر القطاعات الجاذبه للاستثمار الزراعي والتمويل الزراعي من الجهات الاجنبيه، يمكن ده احنا لاحظناه في خلال الفا وإفاد الإيكاردا، ويمكن كمان دلوقتي البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك الاستثمار الافريقي، كل دي جهات هي التسعة مع قطاع الزراعه، هي تتعاون وتدعم قطاع الزراعه، وده شفناه في قمه المناخ كوب 27 ان احنا يمكن في برنامج نوفي تابع لوزاره التعاون الدولي، وزاره الزراعه عليها من 9 مشروعات في برنامج نوفي، وزاره الزراعه عليها 5 مشروعات من حزمه برنامج نوفي لدعم قطاع الزراعه، سواء في الوادي والدلتا او لتحديث الري الحديث او لدعم قطاع الزراعه في الساحل الشمالي وشمال الدلتا والمناطق المعرضه لارتفاع سطح البحر والمناطق المهمشه، ودعم منظومه الانذار المبكر في قطاع الزراعه. يعني مش عايزه ان يعني الوقت ياخدنا من غير ما يعني امر على المزارع، الحوافز اللي بتتقدم له، التوعيه، يعني حضرتك ذكرت عدد من حاجات، تطبيق هدهد، انا شخصيا بتفرج على قناه زراعيه هي فيها الكثير من التوعيه، ايه العناصر اللي الاهتمام بالمزارع عامل ازاي؟ الوزاره مديها للمزارع اهتمام كبير جدا، وخصوصا صغار المزارعين، لان يعني ده اللي كان قاعد مهمش فتره طويله جدا. نتكلم ان الوزاره بدات تعمل كارت الفلاح. كارت الفلاح دلوقتي ان احنا عشان نقدر نتحكم في الحيازه الزراعيه وصرف الاسمده والمبيدات للمزارع، المزارع بيستلم كارت عليه كل بياناته بالحيازه بتاعته، يقدر ان هو يستلم بالكارت بتاعه، انا بحط الكارت بيظهر عندي كل بيانات المزارع، حيازته هو فين، مكانه، المساحه اللي بيمتلكها، ياخد يصرف السماد المخصص ليه والادواء البطاريه المخصص ليه. برامج توعيه مش للمزارع بس وللمرأة الريفية، يعني احنا عندنا 29% من قطاع جملة العمالة هي المرأة كمان. والمرأة ليها دور كبير جدا في قطاع الزراعة، فبتوجه برامج توعية وحملات، مدارس عقلية للمزارعين، بتبقى مدارس عقلية متخصصة لمحصول معين، عندنا حملات قومية للقمح، حملات قومية للذرة، حملات قومية للموز، بتبقى حملة قومية من وزارة الزراعة فيها جميع التخصصات، بتتجه للمحافظات، بتعمل لقاءات مع المزارعين كل في تخصصه، بيدي للمزارع اهم التوصيات واهم الحاجات اللي هو يقدر يستخدمها، بيكون في تواصل دايما مع الحملات، بيكون في مدارس عقليه باستمرار مع المزارع، في بعض الحملات بتستهدف الشباب اللي بيشتغل في قطاع الزراعه، احنا عندنا عزوف كبير جدا من قطاع الشباب على قطاع الزراعه، ولكن اتجاه الدوله انا ابتدي ارجع الشباب تاني. تقييم حضرتك رجع ده تاني بقى عنص، بقى مجال جذب تاني، رجع تاني مجال جذب، رجع مجال جذب للقطاع الزراعي خصوصا للشباب، في ظل ان عندنا نسبه بطاله، عندنا فرص العمل المتاحه اصبحت، والصناعات المكمله ايضا، الالبان واحنا في الاصل دوله زراعيه، احنا مش دوله صناعيه، فاحنا مش ممكن هنيجي في مصاف الدول الصناعيه الكبرى، احنا دوله زراعيه، فعماد اقتصادنا قائم على الزراعه، فكل في تخصصه بتيجي نشتغل في الزراعه، مجموعه بنستصلح ارض او يكون في تكامل ما بين الزراعه والصناعه والمجال يعني لتعظيم المردود. نعم، ده اللي احنا بنسعى ليه، ان احنا نشجع القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، عشان ده اللي هيقدر يعمل تنمية اقتصادية لينا. هل ده نقدر نقول عليه مؤشر إيجابي لقدرة مصر لمواجهة الأزمات الاقتصادية القادمة، هذا النجاح يعني؟ يمكن قطاع الزراعة بيشارك ب 15% من إجمالي الناتج القومي، فده يعتبر يعني رقم كبير جدا، ان احنا قطاع الزراعه قدر في الاكثر في ال8 سنوات الاخيره يبقى عنده قفزه كبيره جدا، سواء في زياده الرقعه الزراعيه
والخريطة الزراعية والسياسة الزراعية. يمكن احنا دلوقتي أصبح عندنا سياسة زراعية واضحة، سياسة صنفية واضحة للمحاصيل الزراعية، بقى عندي تكنولوجيا حديثة، بقى في وعي أكتر للمزارع، القنوات الإرشادية والإعلامية أصبحت بتوصل للمزارع محاصرها من كل حتة، التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، الموبايل، فيقدر الفلاح الوقت ياخد المعلومة بسهولة، مش مستني المرشد الزراعي ينزل له. التصدير شجع المزارع لأنه يعني يتقبل هذه القوانين الجديدة والحركات الجديدة؟ طبعاً، هو الوقت إن إحنا عندنا في وزارة الزراعة منظومة الزراعة التعاقدية، يمكن دي من أكتر الحاجات اللي شجعت المزارع إن أنا أتعاقد. أنا دلوقتي هتعاقد، إحنا وزارة الزراعة دولنا وسيط بالسعر، بالسعر العالمي. نعم، إحنا وزارة الزراعة دولنا وسيط، أنا في عندي مستورد وعندي المزارع، إحنا بنوصل الاثنين ببعض، ولكن بيطبق عليه القوانين والسياسات الزراعية، بيبقى في صنف بيتزرعه ملتزم بالسياسة الصنفية للمنطقة اللي هو فيها، بالتزامات الدولة والقوانين الزراعية والحجرية، بيبتدي يزرع وبتدي الوزارة بتستلم منه المحصول وتسلمه للمصدر، هو متعاقد مع المصدر بالسعر غصب عنه، بيلتزم بالسياسات الزراعية والسياسات الحجرية والسياسات البيئية، لأن في الآخر والأهم من كل ده الجودة اللي هتفتح لنا أسواق. هو ملتزم بالظبط، هو ملتزم يوصل جودة معينة. نعم، عايزة أختم بأهم الأسواق اللي احنا المحاصيل والأسواق اللي لينا باع كبير فيها والأسواق الجديدة اللي احنا عايزين نروح. يمكن احنا دلوقتي قلنا أنا دلوقتي عندي أول سوق، عندي المحصول من المحاصيل المهمة هي الموالح، عندي الجوافة، عندي العنب، المانجو، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الطماطم الطازجة، البصل، الثوم، بطاطس، البطاطس تراجعنا. البطاطس مش تراجعناش، ولكن احنا بنصدر ما يقرب من 800 ألف طن من البطاطس، احنا بنستورد التقاوي وبنزرع ونبتدي نصدر، لكن الموالح تقريبا 1,600,000 طن موالح احنا في تقاوي جديدة احنا اخترعناها في مصر. عندنا البرنامج الرز، احنا عندنا البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، يمكن ده شغال بقاله سنتين عشان نقلل من استيرادنا من البذور الأجنبية ونحسن البذور الهجن الوطنية بتاعتنا، من تهجين الأصناف الأجنبية مع الأصناف المحلية عشان نرجع قيمة الصنف المحلي تاني، ويبقى عندنا بذور محلية. ده دوركم في مركز البحوث، يعني دي تعتبر دي من أهم الطفرات، واللي وال يعني أنا قريت من ضمن ما قريت إن إحنا الرز بقى إحنا طلعنا بتقاوي جديدة في عدد من الحاجات، هل دي عالميا هيتم الاستفاده منها ولا هي ملائمه بس للسوق المصري او الارض الزراعه في مصر؟ احنا لما بنستنبط صنف احنا بنستنبط صنف بناء على ظروفنا. بدور على هذه الكلمه المتخصصه. احنا لما بنستنبط صنف احنا بنستنبط صنف بناء يلائم المكان ويلائم البيئه، يعني انا مثلا عندنا اصناف القمح، احنا ما عندناش صنف قمح واحد يتزرع في الجمهوريه كلها، احنا عندنا سياسه صنفيه للقمح مثلا. في اصناف موجهه لوجه بحري، في نعم. أصناف موجهة لوجه إبلي، يعني أنا عندي صنف اسمه سخا مثلا. نعم، سخا ده موجه لمحافظات وجه بحري، بيتميز بصفات جينية معينة للصالح بيتحمل ظروف جوية وملوحة وتربة بصورة معينة. عندي صنف مثلا اسمه شندويل أو اسمه ستس، ده موجه لوجه قبلي لظروف بيئية معينة ويقدر ينمو في المنطقة دي. الخلط بين هنا أو هنا في خساره للمزارع. فده دور وزاره الزراعه، يعني احنا بنعمل سياسه صنفيه بنوجه المزارع ان الصنف ده يجود زراعته في المنطقه دي. احنا بنتابع مع القمح. بالنسبه للرز احنا عندنا استنباط لاصناف، لو نرجع تاني لتغير المناخ، الارز من المحاصيل اللي بتشارك في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غاز الميثان، ومن المحاصيل الشارحه للميه لاستهلاكها للميه ولا لتركيبتها عشان هي بتقعد في الارض فتره طويله في الميه، بيبتدي يحصل تفاعلات، بيحصل انطلاق لغاز الميثان. فانا عندي مشكلتين، ان في انبعاثات ميثان واستهلاكه للميه فتره طويله. نعم، احنا عملنا ايه؟ احنا اشتغلنا على الحاجتين، نعمل برامج يبقى صنف متكيف وتخفيف في نفس الوقت. نعم، استنبطنا صنف بيقعد 120 يوم في الارض رز، يبقى انا 120 يوم قللت الفتره بتاعه وجوده في الارض، فاستهلك ميه قليله، انبعاثاته بقت قليله، وفي نفس الوقت الانتاجيه بتاعته زياده، انا ما خسرتش انتاجيه، قللت استهلاك ميه وقللت انبعاثات. فده اللي احنا بالدور اللي احنا بنقوم بيه، ان احنا بنعمل على
كو بينفيت يعني إن عشان انا ابتدي اعظم الاستفاده من الطريقه نفسها. استبدال محاصيل باخرى دونما المس بالامن الغذائي او التصدير، ده بيحصل؟ احنا ما حصلناش عندنا ان احنا استبدلنا محصول بمحصول. احنا عندنا يمكن الاقاليم الزراعيه المنخيه كان بيقال ان هيتم استبدال، يعني الموز بياخد اراضي كتيره ووقت كتير وميه كتيره يمكن ان تستخدم في حاجات اخرى، يعني ده على سبيل المثال حضرتك ادرى تقليص المساحه ولكن نعم. وليس منع، لان برضو الموز من المحاصيل التصديريه المهمه. فاحنا بنصدر احنا عندنا قطاع كبير جدا من زراعه الموز، ولكن احنا نقلص المساحه عشان استهلك ميه. يمكن هو من المحاصيل يمكن مش محصول استراتيجي قوي يعني، ولكن محصول مهم للعمليه التصديريه، فانا بقلص المساحه بتاعته ممكن ازرع. يمكن اتبعنا طريقه التحميل محاصيل، انا استخدم الارض بدل ما ازرع محصول واحد انا ازرع محصولين مع بعض. انا مثلا ممكن احمل الفول البلدي مع بصل او توم في فتره لا. الشتاء انا استخدمت الارض وزرعت فيها محصولين على 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 مصطبه، ولكن ان انا احلال محصول مكان محصول بتكون لان بيبقى ليه اهميه. انا ممكن مثلا عندي دقيق القمح انا ممكن اخلطه مع دقيق ذره او اخلطه مع دقيق كينوا بحيث ان انا ازود القيمه الغذائيه ليه. احنا بنزرع كينوا؟ احنا بنزرع كينوا في مصر بس، ولكن على وشوفان نعم، ولكن على 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 مساحات صغيره. ايه المحاصيل المستحدثه اللي بيتم زراعتها دلوقتي في مصر وايضا بيتم تصديرها؟ يعني وصلنا لدرجه الشوفان، احنا يمكن بدانا نزرع شوفان وبدانا نصدر شوفان ولكن بكميات قليله، ولكن على الطريق ان احنا يعني بروميسنج والكينوا كمان بقت من المحاصيل. طب حضرتك كلمني على هذه النقطه بالتحديد، ايه اللي احنا استحدثناه وبرده هيفتح اسواق تصديريه جديده؟ ده مهم. يمكن احنا بدأنا في بعض المحاصيل ولكن مش المحاصيل اللي احنا نقدر نقول ان هي ايه الحاجات اللي بتشتغلوا عليها في مركز البحوث؟ يمكن اكتر احنا يمكن دلوقتي احنا عندنا اهتمام كبير جدا دلوقتي، يمكن التركيز كله على المحاصيل الاستراتيجية عشان يعني نوفر امن غذائي مصري. اول حاجة في المحاصيل الحقلية تطوير برامج القمح كلها علشان يبتدي ان انا عندي استنباط اصناف قمح مقاوم للملوحة مقاوم للجفاف مقاوم للتذبذبات الحراريه ومقاوم للاصداء عشان نبتدي انا ما اخسرش الانتاجيه. احنا السنه اللي فاتت زرعنا 4 مليون فدان قمح وكان عندنا الانتاج بتاعهم ما يقارب 11 مليون طن، فده بيساعد ان انا بقلل فاتوره الاستهلاك بتاعي. بدانا يبقى عندي برنامج تاني للذره الشاميه، فانا عشان من المحاصيل المهمه جدا عندي برنامج للرز فدي من المحاصيل او برنامج القصب السكر وبنجر السكر، دي من المحاصيل البنجر والقصب سكر من المحاصيل التصديريه ولكن برضو مهمه للامن الغذائي المصري. الاعلاف يا دكتور احنا ليه ده يعني ما بيحصلش من كل ده؟ كل المحاصيل اللي حضرتك تحدثت عنها حاليا هي بتستخدم في الاعلاف او بعد ما بيتم تصنيعها بتتجه الاعلاف، واحنا عندنا ازمه في الاعلاف مؤديه لازمه في الانتاج الحيواني. إيه اللي موضوع حصل؟ الاعلاف ده يعني مش من الموضوعات الكبيره جدا لان ليها عندنا نعم برنامج قوي نعم جدا ل يعني تصنيع هذا تصنيع زراعه محاصيل اعلاف نعم لزراعه محاصيل اعلاف بديله عشان تقدر ان هي تغطي النقص اللي عندنا في برنامج نعم في وزاره الزراعه لزياده المساحه المنزرعه من فول الصويا عشان نعم نقدر نغطي المساحه اللي خصوصا للانتاج الداجني. يمكن دي في برامج موجهه في بعض المحاصيل اللي هي تكون بديل الاعلاف وبنفس القيمه الغذائيه، ده جاي على الخريطه ان احنا نوسع من زراعه المحاصيل الاعلاف او الاعلاف البديله. عايزه اخرج بالخريطه خارج مصر ونقول ايه الاسواق. احنا حضرتك تحدثت عن اليابان والشرق الاقصى، ايه الاسواق اللي احنا بنسعى ان احنا ندخل فيها حاليا؟ يمكن احنا اخر سوق احنا فتحناه كان السوق الفلبيني، وده كان بعض مفاوضات نعم مفاوضات كبيره جدا. دلوقتي يمكن الاتجاهات دلوقتي ايه المحاصيل اللي هتصدر للفلبين؟ اغلبها تكون محاصيل الخضروات المصريه كتيره جدا، بعض محاصيل الفواكه
هتوصل لسوق الفلبيني، وكان عندهم بعثه وجات زارت المعامل بتاعتنا وكان فيها فحص. دلوقتي الوزاره بتسعى لفتح اسواق في الدول الافريقيه، ان احنا عشان نبتدي يكون في تعاون مع الدول الافريقيه ونرجع العلاقات تاني، لان علاقاتنا مع الدول الافريقيه دي مهمه جدا. نعم. لحفظ الانتاج الزراعي، احنا عندنا مزارع في افريقيا، فاحنا نعم. نفتح بعض الاسواق في افريقيا، وفي بيننا وبينهم اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات الاكواس، فهيكون سهل التبادل التجاري ومش هيكون في ضرائب او جمارك على المحاصيل الزراعيه. بنسعى ان احنا نفتح، يمكن فتحنا احنا اسواق في امريكا الجنوبيه من كوستاريكا وتشيلي وفنزويلا، بنسعى ان احنا نكمل على بعض الدول امريكا الجنوبيه. في امريكا الوسطى بنسعى ان احنا نفتح بعض الاسواق في امريكا الوسطى، بنفتح مع كندا لتصدير بعض المنتجات. عندنا سوق للنباتات الطبيه والعطريه، ولكن بنسعى ان احنا نفتح سوق للمنتجات الزراعيه من الخضروات، وخصوصا في فصل الشتاء اللي بيعانوا فيه من الصقيع. نعم. وقف نعم. المنتجات الزراعيه. اخيرا ازاي نعلي هذا الرقم؟ يعني طبعا احنا هو رقم 6.3 مليون طن السنه دي، تتوقع قد ايه؟ وازاي نوصل ل 10 و20 من ال 100 مليون حجم صادرات مصر اللي احنا عايزينه؟ احنا ماشيين على الاتجاه ده. يمكن حضرتك ان شاء الله في البيان اللي بيطلع كل من وزاره الزراعه بحجم المنتجات الزراعيه هنلاقي ان في تطور وهنلاقي ان في زياده. ده جاي من حاجتين، الوزاره بقى في سياسه واضحه ان احنا عندنا تارجت معين احنا ماشيين فيه، ان انا بعظم من الانتاجيه، انا محتاج يكون في عمله اجنبيه، انا محتاج افتح اسواق جديده، في منظومه كامله متكامله من خلال منظومه مصريه، المؤسسات الحكوميه الزراعيه مع جمعيات رجال الاعمال، مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، مع التمثيل التجاري والتمثيل الزراعي للسفارات في الخارج، ان ده بيساعد ان احنا نقدر نفتح اسواق جديده، مع التمثيل التجاري للسفارات الاجنبيه داخل مصر. ده نقدر من خلاله ان احنا بنفتح بيه اسواق، وعي المزارع نفسه ان هو شايف ان المنتج بتاعه يقدر يطلعه بره وياخد عمله صعبه وياخد فلوس اكتر، بيخليه هو اللي يسعى ان هو يدور ان انا المنتج بتاعي يخش تحت طائله التصدير. اعتبر ان دي خريطه الطريق من دكتور احمد القناوي الباحث في مركز البحوث الزراعية، وهي في النهاية هي سياسة واضحة واستراتيجية متكاملة للوصول للنجاح. بشكر ضيفي دكتور أحمد القناوي الباحث في مركز البحوث الزراعية، بشكر فريق عمل حوار اليوم، وشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.